السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا لإبداء آرائكم بشأن ما سنعرض أو بشأن ما لديكم من مواضيع. أرقام هواتفنا تلقوها أسفل الشاشة، عندكم رقمين في الأعلى للمشاركة من داخل العراق من زاخو إلى الفاو، تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من لحظات البرنامج. رقمين في الأسفل للأخوة العراقيين اللي ساكنين في دول المهجر والأشقاء العرب من الخليج العربي وحتى المحيط، يقدرون يتصلون بنا على الرقمين اللي موجودين بالأسفل، وكذلك اللي ما يقدر يتصل بنا لأي سبب إن كان، الرقمين اللي موجودات بالأسفل بيهن أو عليهن بصفهن إشارة الواتساب، تقدرون تتواصلون ويانا على برنامج الواتساب برسائل مكتوبة نقراها في الدقائق الأخيرة إن شاء الله من حلقة هذا اليوم. مشاهدينا الكرام، نبدأ حلقتنا بمواضيعنا بملفنا الأول، نحكي بيها عن ما حصل بسبب اقتحام المنطقة الخضراء من قبل أتباع التيار الصدري. اللي صار يوم الأربعاء الماضي أنه تم اقتحام المنطقة الخضراء ومبنى البرلمان. اليوم الحكومة وجهت القوات الأمنية بغلق جسري السنك والجمهورية وسط العاصمة العراقية بغداد، خوفاً من أن يتم اقتحام المنطقة الخضراء مرة ثانية من قبل أتباع التيار الصدري. مصدر أمني قال أن الحكومة وجهت بتجديد الإجراءات الأمنية حول المنطقة الخضراء، وتمثل التجديد الأمني أو تمثل بزيادة عدد الحواجز الكونكريتية داخل المنطقة وغلق بعض الطرق المؤدية إليها، إضافة إلى غلق نفق الزيتون بالحواجز الكونكريتية، وكل هذا تحسب لوقوع أي طارئ. وتأتي هذه الإجراءات عقب اقتحام أنصار التيار الصدري للمنطقة الخضراء ومبنى البرلمان، احتجاجاً أو رفضاً لترشيح قوى الإطار التنسيقي لمحمد الشياع السوداني لمنصب رئاسة الحكومة. هذا حال بغداد اليوم. مثل ما تلاحظون مشاهدينا الكرام، انتشار أمني مكثف على أعلى الجسر، وضع الحواجز الكونكريتية لغلق الجسر أمام حركة المرور، قطع الطرق وقطع الأنفاق. اللي تشوفوا أمامكم هو هذا حال بغداد بسبب اقتحام المنطقة الخضراء. المشكلة أنه كل شيء يصير اليوم بالعراق تشوفون هذا الحال، تشوفون حواجز كونكريتية جديدة. بغداد اللي تحاول تتخلص من القطوعات ومن الحواجز الكونكريتية اليوم تعاني من قطوعات وحواجز كونكريتية جديدة، كل هذا بسبب خوفهم أنه يصير اقتحام جديد إذا دعا إلها. لكن السؤال اللي ينطرح، هم دا يتخذون هاي الإجراءات مثل ما دا تشوفون، انتشار أمن مكثف، الحواجز الكونكريتية، قطع أنفاق، قطع طرق رئيسية، لو كانوا المواطنين العراقيين بشكل عام هم اللي يسوون هذا الشيء، شنو راح يكون تصرفهم وياهم؟ نتابع الفيديو أكثر. أسلاك شائكة، حواجز كونكريتية، قطع طرق، سيارات، انتشار أمن مكثف، سيطرات جديدة، كل هاي الأشياء خوف من السلطات في العاصمة العراقية بغداد من أن يتم اقتحام المنطقة الخضراء. لكن اللي دا يصير شنو وسببه شنو واللي صار شنو ومنو الغلطان بالموضوع وش راح يصير بالمستقبل؟ يعني صار اقتحام إلى المنطقة الخضراء، رفضوا ترشيح محمد الشياع السوداني من قبل الإطار التنسيقي، وراها وبعدين ايش راح يصير؟ الناس لما شافت هذا الفيديو اليوم بالعاصمة وقطع الطرق خوفا من اقتحام الخضراء علقت على هذا الموضوع، واختارينا لكم مجموعة من التعليقات من منصة فيسبوك. حسن المالك يقول: الأحزاب من 2003 إلى اليوم أكبر إنجازاتها غلق جسر الجمهورية ووضع الصبات، وفتح جسر الجمهورية ورفع الصبات. أما عبد الرضا ياسين يقول: تظاهرات أصحاب المناصب ولا دخل للشعب بها. حسين العراقي: العراق إلى المجهول لأن لا يوجد فيه نظام.
أما غالب الحجيمي يقول والله بل وابتلينا الأحزاب بيناتها والشعب يدفع الثمن. إذا مشاهدينا الكرام هاي تعليقات الناس حول قطع الطرق والأنفاق من قبل السلطات الحاكمة في بغداد والأحزاب المتنفذة والكتل السياسية خوفا من أن يتم اقتحام المنطقة من جديد. عبد الرزاق من باب الحياة، الله يا عبد الرزاق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أفل، بالنسبة للظاهرات يعني صراحة هو يعني صورة واضحة لرفض الشعب العراقي لطبقة سياسية بكاملها. يعني حتى هو الصراع اللي هسه بين التيار الصدري والإطار التنسيقي هو الصراع على السلطة، الصراع على المصالح الشخصية. يعني مو صراع على مود خدمة المواطن، هذا يعني الواضح واللي مفهوم الكل يعرفه. استاذ لتجاوز هذه المشكلة والاستقرار العراق عليهم ان هم فعلا يردون مصلحة المواطن العراقي ويردون يخدمون المواطن العراقي، ان يتحولون الى يعني حكومة انقاذ وطني. السوابق هذه الحكومة الانقاذ الوطني مؤسسة يعني بحيث خلال هالفترة هاي يصير تغيير للدستور، لأنه الدستور اللي شكله مفخخ ومغرم. استقرار العراق هو من تغيير بنود الدستور. خلال هالفترة هذه المؤقتة يعني تكون سنتين ثلاث سنوات تكون حكومة إنقاذ، هاي الفترة يراجعون بها بنود الدستور وتغيير بنود الدستور. لأنه إذا بقى هذا الدستور على ما هو عليه ما يستقر العراق، لأنه هذا الدستور انوجد لصالح الأحزاب والميليشيات، ما انوجد لصالح المواطن. فتبقى نفس الحالة إذا بقى هذا الدستور هو على يعني على وضعه ما راح يكون استقرار. فاللي أتمناه واللي أرجوه يا أستاذ أفل من كل العراقيين أن يطلعون بانتفاضة للخلاص من هذه الطبقة السياسية. لأنه وجودها هو كثير من الوباء والوبال على الشعب العراقي، يعني لا وجود خدمات، لا استقرار أمني، يعني شو يعني بإذن يعني شهر وشهر وطبعا شو اسمه التظاهرات على المنطقة الخضراء وشنو بين الناس اللي تطلع شغلها خبزها شنو بينها؟ لازم يصير حل بهذه الفوضى. تحياتي لك. شكرا شكرا لك اخ عبد الرزاق. سعد من الكويت، حياك الله يا سعد. ياك الله يا ابويا يا اخويا، اريد احكي واشارك الله يخليك. انت على الهواء مباشره، تفضل. نعم. يسمح لهم بالدستور، من حقهم يحتجون. يحتجون يا استاذي. استاذ سعد من رخصك، يسمح لهم بالدستور ان يحتجون؟ زين، الثوار في محافظات العراق الجنوبيه والوسط والشمال ما من حقهم بالدستور؟ لو بس الاحزاب من حقها، يعني ذولا اللي طلعوا اتباع التيار الصدري واتباع مقتدى الصدر لما انطبوا للمنطقه الخضراء واقتحموا مبنى البرلمان العراقي وما حد سوى لهم شيء، بينما ثوار تشرين اللي طالبوا بمي صالح للاستخدام البشري، واذا تابع الحلقه راح نطلع لك المي اليوم بالعراق شلونه، واللي طالبوا بكهرباء ما تنقطع، واللي طالبوا ببلد ما بتدخلات خارجية وأن تطلع إيران وأمريكا خارج العراق وما تتدخل في سياسات العراق، شفت اللي سووا وياهم. فليش الدستور يمشي على الجزء وعلى جزء ثاني ما يمشي؟ هذا عفوا بالنسبة للتصرفات المشينة يعاقب عليها القانون، صدق بالله الله وكيلك. يعني مثلا رجل يعتدي على هؤلاء المتظاهرين ظاهرة سلمية، ونحن ندعو للأفضل والأحسن يا أستاذ أفل، ونناشد الجهات الأمر، ونحن ننوه وننبه فقط، يجب محاسبة الإنسان الذي يعتدي على المتظاهرين سواء كان متعاطي أو مستهتر، يجب محاسبته. وكذلك أيضا يا أستاذي الله ما نعم
يعني متألم بخصوص ما جرى على العتب. ايه استاذي صالح يا استاذي يا محترم، تحياتي لك للبرنامج. شكرا شكرا لك اخ سعد. اللي دا يصير اخ سعد يعني مشكلة، انه قلت من يعتدي على هؤلاء هي ظاهرة يجب ان يعاقب عليها القانون. السؤال اللي نطرحه اليوم في حلقة صوتكم، كلامك جميل وعلى العين وعلى الرأس، لكن من حاسب من قتل الثوار والمتظاهرين في العراق؟ مجزرة جسر الزيتون مثلا في محافظة ديقار، من حاسب مرتكبيها؟ مجازر أخرى كثيرة، من حاسب مرتكبيها؟ إذا نرجع لورا راح نلقي مجازر بجوامع، وراح نلقي مجازر بساحات، وراح نلقي عمليات قتل لناشطين، وأكو ناشطين كاميرات مصورة اللي قتلوهم، منو حاسبهم لحد الآن؟ منو جاب حق هؤلاء؟ والشعب العراقي لليوم يقول أنا ما أريد تدخل خارجي، وأنا أريد هوية عراقية، أن يكون العراق حر ما بي أي تدخل خارجي. فأنت لما تقول الاعتداء على هؤلاء ظاهرة يجب يحاسب عليها القانون، نعم على العين وعلى الرأس، لكن لماذا القانون يسري على جزء والجزء الآخر ما يمشي عليه تحديدا حتى نكون أقوى؟ دول لأنه أتباع التيار الصدري ما حد حكى وياهم، بس المواطن اللي احنا نسميه بلهجتنا ابن الخايبة لما يطلع ويقول أنا أريد كهرباء ومي ينقمع، واللي صار بمحافظة البصرة مثلا دليل في تظاهرات عام 2019 ثورة تشرين. ننتقل إلى ملفنا الثاني ونروح به إلى محافظة البصرة عروس الخليج. البصرة بها تظاهرات غاضبة بمنطقة الجزر الأربعة بقضاء شط العرب شرق المحافظة، احتجاجا على سوء الخدمات ومياه الإسالة المالحة والغير صالحة للغسيل أو للشرب، فضلا عن المطالبة بإقالة القائم مقام اللي يشغل منصبه من 16 سنة. كانت الحشود بالتظاهرات كبيرة جدا، علما أن الشعب العراقي خصوصا بمحافظة البصرة من سنة 2019 هو يتظاهر ويعتصم وقام بثورة، ثورة تشرين، وكانت واحدة من المطالب الأساسية تحسين واقع الخدمات بالمحافظة على الرغم من سقوط الآلاف ما بين قتيل وجريح، إلا أن دماء هؤلاء الثوار والناشطين لحد هاي اللحظة راحت هدر لأن ماكو شيء تحسن بالبلد. نتابع بالبصرة. مناطق منكوبة وهاي الشباب طالعة مو بطلة. وين احنا سوين؟ وين احنا؟ احنا بالجزر الأربعة. احنا هسه بشط العرب. وين قايم مقام شط العرب؟ وين رئيس الوحدة الإدارية عن هاي الناس، عن هاي الشباب، عن هاي العوائل؟ 18 مليارات. وين راحت هاي المليارات؟ لا من فلوسنا ولا من دمنا ولا من مايده. إلا متى نظل احنا الناشد الحكومة ونقول وين رئيس مجلس الوزراء؟ وين محافظ البصرة؟ كافي. كانت هاي التظاهرات في قضاء شط العرب على سوء الخدمات، الناس علقت على هذا الموضوع، جبنا لكم تعليقات من منصة فيسبوك. التعليق الأول من أبو محمد الكعبي يقول الأقضية والنواحي ليس بحساب عقلية صاحب القرار. حسن الأحمد يقول أو الحميد أهل الجزر الأربعة خطية والله، ناس بصريين مظلومين ومهمشين الله يعينهم.
أما حسن كاظم البصراوي يقول والله كارثة، هذا شعب شو وقت يرتاح يعني شرجي والدنيا تصمت وطالع مظاهرة يطالب بأبسط حقوقه لش وقت يعني مو كافي، ماكو شريف يصحى ضميره. وآخر تعليقه يعني من لما كريم، من أمس شرجي وكهرباء ضعيفة، أما الماء حدث ولا حرج، تغسل وجهك عيونك ينعمن وتلعب روحك منه بالضيم، وكل سنة تنعاد نفس المأساة والمعاناة وبنفس الوقت وحل ماكو. إذن كانت هاي تعليق الناس أو بعض ما علقوا الناس على قضية أزمة الخدمات في محافظة الباصرة تحديدا في قضاء شط العرب. ويانا محمد من أمريكا، حياك الله يا محمد. السلام عليكم وحي قناة الرافدين. حياك الله أخويا. سادتك عمرك، هم الميليشيات طبت للخضراء ود الخايبة الناشطين ما خلاهم يطبون، طلقة واحدة ما طب صاروا على الميليشيات جماعة مقتدي ود الخايبة، قلت له من عندهم 2000 شخص قال شف شرفاء يرتفون باسم الوطن والميليشيات طبوا بدون طلقة صارت عليهم، كفيلك الله. هذا هو مخطط مستفقين عليه الميليشيات لأحزاب السلطة، كفيلك الله. اليوم جاي هذا أبو حارس الثوري الإيراني يكسر بكربلة والنجف، أبو حارس الثوري الإيراني عمي كافي، دمرتوا للبلد، الله يهجم على رؤوسكم إن شاء الله يا أبو عمامة يا أبو قاب، والله يهجم على عراكم. وحي قناة الرافدين البطلة، أشكرك السادات. شكرا شكرا لك أخ محمد. أبو عمر من الناصرية حياك الله. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلونك عمي؟ أنا أشكرك قناة الرافدين دائما سبق بالحديث وأشكر كادرها. لا شكر على واجب. شلونك عمي؟ تفضل أبو عمر. السلام عليكم عمي. تفضل أبو عمر. بالنسبة عمي أستاذ الفهد، يعني مشكلة هي يعني والله مشكلة. والله مشكلة. طبعا طلعت ثورة تشرين. ثورة تشرين المباركة لأن وطوضة حقاية وتعور استشهد، ما حد حاسب المجرمين. نعم ما حد حاسبهم. نعم أبو عمر، إذا أنت تسمعني نصي لي صوت التلفزيون وخليك وياي من التليفون يا غالي. نعم عمي. ها عيني. إيه. يعني مشكلة هسه أنا جاي أشوف يعني يطبون جماعة على عيني وعلى راسي جماعة بيت مقتدى. ليه من طبيت ولا قطارات ولا شغلات وثورة تشرين يعني تقتلون بيهم مثل ما تقتلون بالدجاج. يعني كارثة، يعني كتلة وجبة بالشارع، كان والقصد فوق طفو، ما خلى واحد ما فيه من النساء من الرجال، ما حد حاسبهم. نعم. بالنسبة لجميل الشمري، جاي يضحكون على عقولنا، ما جاي يضحكون على عقولنا، كافي 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 والله كافي، والله العظيم الله يتقبل منكم. بجاء الله حبيب محمد، اللهم ما ينتقم منكم إن شاء الله. يعني لوين راح توصلون؟ لوين راح توصلون؟ يعني توتر يلبسوا، لا خليتوا ماي، لا خليتوا زراعة، لا خليتوا صناعة، يعني خليتوا بعد بالبلد بعد من هاي خليتوا، ما خليتوا شيء. المالكي خس علي، لا إيش خلى؟ لا خلى بالغربية، كان هذا قاعد الحرس الثوري هنا جاي جوال في العراق. السافر ابن السافر التفيولة مو عيب، كافي كافي. واحد يبيع ضميرة، يبيع وطنه، تعرف شنو يبيع وطنه؟ هو يبيع وطنه ما عنده شرف وما عنده لا ضمه ولا ضمير، هذا رب العالمين. يعني هذا قول رب العالمين مو قول بشر هذا. كافي اصحوا على ضميركم، هذا ضميركم هذا، ضميركم خلي يشتغل الشعار البلدك ما اشرم بيت. عميل أمريكا، عميل إسرائيل، عميل تركيا، ما يعني وين يعني كل ساعة أضل ساعة بريد أنا، لا مو أضل وصل بيني وبينكم، يعني ما أضل عميل عين. كافي، هذا وطنك وطنك هو اللي بيع وطنه، هو شنو ما عنده شرف. أنا لا أدري اللي بيع وطنه ما عنده شرف. نعم.
شكرا 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 لك ابو عمر. نبقى بمحافظه البصره اللي دا تعاني من سوء الخدمات بشكل مو طبيعي، بحيث لا الهواء نظيف بسبب استخراج النفط بصوره غير صحيحه وانتشار امراض سرطانيه، والكل يعرف اللي دا يصير هناك، ولا مي الاساله صالح للاستخدام البشري، ولا الكهرباء بها حظ، والمحافظة أهاليتها ما زالوا بين متظاهر وثائر يطالبون بتحسين واقع الخدمات. لكن الفيديو اللي عندنا هسه ناشط من محافظة البصرة يعلن أو يدز رسالة ينقلها إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في بغداد، ونفس الرسالة وجهها إلى محافظ البصرة أسعد العيداني اللي يطالبهم بتحسين واقع المي اللي بين فترة وفترة يا فيديو يبين ملوحة، يا فيديو يبين لنا تلوث، يا فيديو يبين لنا المي بحشرات ومي الإسالة لحد الآن بمشاكل. خلونا نشوف. البصرة تعالوا يا نشوف أهالي البصرة المي اللي يستخدمونه، هاي قدامكم حنفية، هذا المي تفضل، هذا المي اللي تستخدمه محافظة البصرة، مي مالح وبي ريحة وملوث. اليوم رسالتي الى مصطفى الكاظمي من تشكل لجنه لمتابعه خليج 25، مو كان الاولى تشكل لجنه لحل جذري لمشكله الماء. ورسالتي الثانيه الى اسعد العيداني محافظ البصره. البصره قدمت سنه 2018 23 شهيد واكثر من 1000 جريح، ووعدت قلت راح اسوي ما حلو محافظه البصره، واجت تريليونات بفضل التظاهرات. وين اليوم مشاريعكم؟ ليش ما سويتوا اليوم محطات تحليه على البحر؟ ليش اليوم ما سويتوا سد وانهيتوا هاي المحارات اللي قاعد تعيشه محافظه البصره اللي تورد اكثر من 90% الى ميزانيه العراق، والماي ماله ما يصلح للحيوان. في كل بلدان العالم قرينا وتعلمنا أن المي لا لون ولا طعم ولا رائحة له، إلا بالعراق إلى لون وإلى طعم وإلى رائحة، وأصلا مو صالح للاستخدام البشري. نبقى بالبصرة، بصرة الخير، بصرة النخيل اللي حالها ما يفرق عن حال أي مدينة عراقية أو محافظة، اللي من عام 2003 لحد هاي اللحظة فقدت الكثير وما كسبت غير المآسي. البصرة اللي كانت وجهة للسياحة يوم بعد يوم تفقد رونقها وتفقد مكانتها بسبب المشاكل الخدمية اللي بيها. والباب اللي بدنا نحكي عليه هسه هو ملف المي نفسه، تحديدا مي الإسالة اللي من المفترض أنه الناس تشرب منه وتغسل به وتستخدم هذا المي، لكن مي الإسالة اللي واصل إلى بيت واحد من أهالي منطقة التحسينية مركز محافظة البصرة هذا حاله. خلونا نشوف. مكارم الحكومة الرشيدة وفلنا كتو يوم الجمعة، ما شاء الله ما شاء الله نورين حكومة البصرة الرشيدة. مكارم الحكومة الرشيدة وفلنا كتو يوم الجمعة. كان اكو مي خابط ونسمع بيه صندات مي الخابط الكبار، كانوا يستخدموها بالمزارع حتى الناس تسقي، بس المي اللي يوصل للبيوت عمره ما وصل خابط الا في زمن حكومات الديمقراطيه. الناس تفاعلت على هذا الموضوع وعلقت على منصه فيسبوك، واختارينا لكم بعض التعليقات. سيد سعد الجابري يقول: نحن ماء الاساله من مشروع ماء الهارثه ومالح، الله يعلم الفاو بمن يغسل. جاسم محمد عراقي يقول: الله يكون بعونكم أهل البصرة، الله ينتقم من الفاسد، شيخ الفاسدين العيداني دمر البصرة، اشترى الإعلام بفلوس شركة النرجس والكوميشنات التي حصل عليها أسعد العيداني من الشركات التي تعمل في البصرة. أنور مؤيد يقول: والله جريمة، احنا عايشين بالبصرة لا مي صالح ولا خدمات ولا أمان. ومريم علي الكوبيسي تقول: والله كل اللي دا يصير بالبصرة مقصود، وسبب هذا الدمار الأحزاب. أدري هاي موازنات البصرة وين دا تروح؟ محافظة بها ميناء ودا تغذي العراق كله، ماي مال بشر ما بيها، الله أكبر على كل ظالم. إذا مشاهدينا الكرام كانت هاي التعليقات على موضوع مي الإسالة في مركز محافظة البصرة. نرجع ونقول قطع الطرق ببغداد بسبب خوف السلطات من اقتحام المنطقة الخضراء من قبل أتباع تيار الصدري مرة ثانية.
عندنا البصرة اللي تشهد تظاهرات احتجاجا على سوء الخدمات، وبقينا بملفنا الثالث بالبصرة وطلعنا فيديوين عن المي، ناشط ينقل رسالة على طبيعة المي اللي يوصل ومي الإسالة في منطقة التحسينية شلون شفناه قبل شوية. أبو علي من لندن، حياك الله يا أبو علي. يلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. حياك وبياك يا غالي. بالنسبة للمظاهرات اللي الميليشيات، أنا أعتبرها مظاهرات ميليشيات هاي. نعم. هاي مظاهرات السلطة، مظاهرات. أنت إذا تحكي على اللي صار ببغداد من اقتحام المنطقة الخضراء. نعم نعم ايه. نعم هاي ايه. هاي لا تعني الشعب العراقي ولا تعني الأحرار، دول بيناتهم جيت ناطحون على الكراسي وجيت ناطحون على المناصب. نعم. وغدا ممكن راح تطلع مظاهرات راح يدخلون للخضراء، أنا أطلب من أحرار العراق ابتعدوا عن هذه المظاهرات، هذه مظاهرات الأحزاب ومظاهرات القناصين ها ومظاهرات القبعات الزرق ومظاهرات سرايا الإجرام، هذه مظاهرات لا تعني الشعب العراقي ولا تعني الشرفاء، دول بيناتهم أخي حزب دعوة مجلس الأعلى تيار الصدري فإذا غدر دول بيناتهم جاي يطاطحون على الكراسي وإن شاء الله واحد يقتل الله إن شاء الله هو الحلقة الأخيرة واحد يقتل الله ذول المجرمين القتلة. نعم. يطلع لجعفر الصدر ابن عم مقتدى الصدر يقول غدا مظاهرات الإصلاح، تصلحوا نفسكم انتوا أول شيء، خلي مقتدى يطلع يرجع الطيارات الخاصة اللي باقها من الشعب العراقي ها، وهاي الميناء الميناء مقصر كله ثلاث أرباع بيد بيد التيار الصدري، وجاي نحكي على البصرة، البصرة المي مالها توسخ ها، اغنى محافظه بالعالم البصره، ام النفط ها الميناء زين وتالي هاي حالته. يا اخي يا شعب العراقي انت على شنو ساكت اخي؟ تجي جيت يعني انا سمعت الاخت ما اعرف جيت تغرد تغريده تقول احنا هذا حالنا واحنا الى متى، طبعا هاي الميليشيات جيت تسرقك وجيت تنهبك يا عمي، انت ليش ساكتين على هذول المجرمين القتلة؟ تفضل احنا طبينا بشهر العاشر الان. نعم. زين؟ شهر العاشر وخلصت الانتخابات اللي هم سووها وهسه جيت ناطحون على الكراسي. نعم. ومع الاسف زين؟ ميليشيات وذاك يعتبر نفسه رئيس وزراء سابقا شايل له سلاح وهذا شايل له سلاح وهذا يهدد، سووا العراق هرج ومرج. نعم. هرج ومرج، ما على الشعب العراقي أن يثور على ذول الميليشيات القذرة. نعم. ما عدنا إحنا لا مقتدى ولا الحكيم ولا المالكي، كلهم ذولا سرقوا العراق نهبوا العراق من 2003 لحد هذا اليوم. نعم. شكرا لك أبو علي. أبو أحمد من بريطانيا، حياك الله يا أبو أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رائعة جدا الوطنية. هو طبعا الموضوع شقين، اتذكر انا كنت عسكري هايف كاف، كنت عسكري هايف كاف بالبصره بالثمانينات، كنا نشتري احنا كمجموعه كمهندسين نشتري 4 قوالب مي ثلج مال العماره، يجي من العماره نجي نقضي بيومنا بين شرب وبين هاي، من ذاك الوقت يعني 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 مهزله، يعني صار فوق ال 35 سنه موضوع المي بالبصره ما ينحل، شنو القصه ما ادري. هاي وحده. أما عن المظاهرات لحد الآن اللي تصير بالعراق، المظاهرات الأحزاب هذه ينظموها هم، بس المظاهرات الشعبية لازم تتنظم، لازم يصير ممثلين عنهم، لازم يصير مطالب محددة، ولازم ينحط سقف زمني حتى يصير تهديد حقيقي، مو مظاهرات طلعها وساوى وارجع طولي ماي ورجعت مثل ما كانت، مثل شغلة الكهرباء، كهرباء كل سنة من سيء إلى أسوأ. البصرة فيها 6 محطات كهرباء، يعني معقولة تسكمي كهرباء؟ المي ما شط العرب أخذ من منطقة القرنة، إذا تيجي غير ملتقى دجلة والفرات تسوي لي هناك كم محطة تحلية كم محطة معالجة، بس هم الناس ما جايين يريدون يشتغلون، جاي ناس تريد تفرهد وتحسن وضعها وتطلع. هاي العصابة أنا دائما أسميهم العصابة، ما أسميهم ما بيهم واحد سياسي، يعني قناتكم الوطنية حددت ذلك، يعني دائما تذكر أنه
ترفض الطائفية وترفض القومية وترفض أن واحد يتكلم على السابق، بالتأكيد. لأنه تتفكر ماذا نريد في الوقت الحاضر. وأنا طبعا جدا مسرور بالاتصال معكم، شكرا جزيلا لك وأتمنى لكم الموفقية إن شاء الله. شكرا، شكرا لك أبو أحمد. أحمد من مصر، حياك الله يا أحمد. السلام عليكم أستاذ أفت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بحييك وبحييك الكادر القناة والمستدى المشاهدين الكرام. حياك الله أخويا. بالنسبة للمظاهرات اللي بيعملها مقتدى الصدر والعمار الحكيم، الاثنين زي بعض. بالنسبة للمظاهرات الاثنين زي بعضهم. نعم. فهم بيضحكوا على الشباب عشان يدخلوا على فهم عيش، يعني المفروض الشعب العراقي يفهم. نعم. دول بيضحكوا عليكم. يعني دول شبه بعضهم، الناس دي شبه بعضهم. نعم. شبه بعضهم. فهم المفروض الشعب يفهم ان دول بيركبوا على كتافكم علشان يوصلوا للسلطة. فهم بيضحكوا على رغم ان جابوا لكم ميه، انتم مش لاقيين ما تشربوه ولا كهرباء ماكو، ميه ماكو. طب شو اللي سووه الناس ديت؟ الناس شو اللي سووه؟ هم بيركبوا على كتافكم. وديت المقتدى الصدر عمل له احزاب وميليشيات، وديك عمار الحكيم اللي سربت وزير خارجية العراق السيد المرحوم طارق عزيز ترى بيته اللي بيقول لك الحسين يا حسين ويا علي. نعم. فالمفروض ان الشعب العراقي يفهم ان الناس دي بتاكل عليكم عيش، بيضحكوا عليكم وشبعوكم. فالمفروض ان انتوا بقولوا كلمه وصور تشن ما يطلعوش من الناس. المفروض الناس ما تطلعش مع الناس دي بتضحكوا عليكم. فالمفروض بقول لكم كلمه لوحدكم. نعم. نعم. شكرا، شكرا لك أخ أحمد. أبو حسن من واسط، حياك الله يا أبو حسن. السلام عليكم أستاذ أحمد حبيبي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك حبيبي أستاذ أحمد؟ حبيب قلبي، أفل وياك. قول شنو موضوعكم اليوم؟ أنا مشيت مو على التلفزيون. والله هن مواضيع هواية. أول موضوع أخذناه اللي هو قطع السلطات الحكومية في العاصمة العراقية بغداد لجسر السنك وجسر الجمهورية ونفق الزيتون وبعض الشوارع الرئيسية، خوفا من أن يتم اقتحام المنطقة الخضراء مرة ثانية من قبل التيار الصدري. الموضوع الثاني من البصرة، احتجاجات في البصرة على سوء الخدمات بالمحافظة. موضوعنا الثالث مي الإسالة، وهمينا بالبصرة. نقلنا فيديو وين على واقع مي الإسالة، شلون المي ملوث وغير صالح للاستخدام البشري. نعم تفضل. أكون إذاعتكم الموقرة. حياك الله. الوضع بالعراق، الوضع بالعراق نازل يعني لأسفل السافل. نعم. يعني شو تريده؟ يعني الحالة المعيشية، الحرب، البنية التحتية، الزراعة، الحمل. يعني هو شنو العمل اللي بالعراق صحيح؟ نعم. شنو العمل اللي بالعراق صحيح؟ من كل الإذاعات تطرح هذا الموضوع بس إذاعتكم موقرة. نعم. يعني الأمين أي شيء يعني شنو الزراعة المصانع. نعم صح. هذا أنت زلق بعد كبير. نعم. شباب تفتمات شباب يعني كل من محافظته كل من إلي ولك. نعم صحيح. من أنا حتاكي. نعم. والله العظيم يعني هسا أنا أقول لك والله أكو ناس ما عدلت متخبز إنه ما يحسر عليهم الكهرباء. يعني هسا أنت تروح للخضراء تطلب الكهرباء دقيقة 20 سنة صار 20 سنة هم طب العراق. نعم. الماء ينقطع من تركيا، الماء تركيا ده هي لو أكل دولة تركيا تدخل العراق كل. ليش الماء ما انقطع من إيران أبو حسن؟ من إيران؟ ها؟ من إيران. أول ما انقطع من إيران الماء. نعم. وإيران تدخل براحتها والمصائف يعني الجور تجي تتونس هناك تطلع ولا حد يقول لها على حالك حاجة. نعم. شكرا، شكرا لك أبو حسن. ننتقل إلى ملفنا الرابع. ملفنا الرابع بين فترة وفترة قوات الأمنية تقوم بحملة لإزالة التجاوزات بمنطقة من مناطق العراق اللي تعاني أغلبها من تجاوزات شوهت صور المدن
بسبب غياب القانون، بسبب غياب التخطيط، بسبب غياب الخطط لتطوير المدن، بسبب غياب خطط توسيع المدن. كل هاي الأمور أسست إلى وجود شيء اسمه عشوائيات أو اسمه تجاوزات. هاي التجاوزات شوهت هاي المدن. الفيديو اللي ويانا هسه يتكلم عن شيء دا يصير اللي هو تجاوزات، بس اللي دا يصير ويا هاي التجاوزات عكس اللي دا يصير بالعراق، انه هاي التجاوزات اللي دا يتكلم عليها ما حد يقدر يندق بيها ولا احد يقدر يشيلها او يزيلها، بسبب انه هذا التجاوز مثلا تابع لاحد الاحزاب او الكتل السياسيه المتنفذه او لشخص عنده علاقه بكتله او حزب. ناشط من محافظة ذيقار يطالب بتوسعة كورنيش الناصرية وإزالة المباني والتجاوزات على نهر الفرات، خصوصا بعض المباني التابعة للأحزاب والمتجاوزين على ضفاف نهر الفرات اللي عندهم ارتباطات مع الحكومة المحلية بالمحافظة. خلونا نسمع اللي قاله. كورنيش يعتبر الكورنيش الناصرية كبير، هذا الكورنيش هذا على أثر البنايات الموجودة، حول تصويرك هنا أخوي، على اثر البنايات الموجوده هاي تم دفن ضفاف نهر الفرات على حساب عدم ازاله البنايات. هاي بنايات هاي كلها من قرارات احزاب تمنا وكلها على كتب ازاله. احنا نريد نوجه سؤالنا المحافظ ذيقار وقائم مقام مدينه الناصريه، خاطبناكم محافظ ذيقار بالذات، خاطبتك سابقا وقلت ان شاء الله خلال ايام هاي قبل 4 اشهر راح نزيل بنايات حتى نوسع الكورنيش. هيك كتب رسمية. إيه وأيضا قائم مقام ناصية. أنا بالنسبة لي يعني مليت، وجهت الهيئة النزاهة ورفعت دعوة، وهذا وصل رسوم دعوتين رفعتين من ضمن الدعوة قائم مقام ناصية ودعوة على محافظة ذيقار لأن أيسنا. هاي كتب واحد أكثر من 23 كتب، هذا كتب كذا حتى كتب الصندوق هاي مخاطبينهم يا على مود إزالة يا حكومة محلية يا قائم مقام مدينة الناصرية، قاعدة مضايقات ماكو تنفيذ. احنا نوجهكم شرفكم، شوف هاي البنايات، هاي البنايات توجه اخوي مرخصك، هاي البنايات موجودة على الكورنيش. يعني ليش شنو سبب بلدية الناصرية والقائم مقام الناصرية الحكومة ليش ما توسع الكورنيش وشيلها هاي البنايات؟ كل عالم الكورنيش تستخدم او تستغل الدول ان يكون منتجع سياحي، ان يكون حديقه عامه، ان يكون بارك للعوائل، ان يكون متنفس للمدينه حتى الناس توصل لهذا المكان ترتاح به، تقعد به تتونس. اكو مدينه العاب للاطفال، اكو مقاعد للكبار، اكو منتجعات يدخلوا لها يستخدموها كسياحه وكمورد سياحي. بس عندنا مثلا بالناصريه على الكورنيش اكو مقرات حزبيه النهر. المهم الناس لما شافت هذا الفيديو همينة علقت على هذا الموضوع، واختارينا لكم 4 تعليقات من الفيسبوك. أنس الناصر يقول: لا حياة لمن تنادي، إحنا ما عندنا حكومة محلية، عندنا عصابات جاي تبوق. أما حسين الجنوبي الثانية يقول: على هذا الفساد هم عندنا محافظ عود. سيف الدين يقول: الناصرية ما بيها حكومة، متقاسمين بيناتهم ومشاريع فلوسها انباقت. أما قاسم جزار البدري يقول: أسأل عمن مستفاد من التجاوزات، تعرف السبب لماذا لا أحد يستطيع إزالتها؟ إذن كانت هاي مواضيعنا الأربعة بحلقة هذا اليوم. الموضوع الأول قطع الأنفاق والجسور والطرق بسبب خوف السلطات من اقتحام المنطقة الخضراء مرة ثانية، وشفنا انتشار الأمن على جسر الجمهورية. موضوعنا الثاني تظاهرات في البصرة احتجاجا على سوء الخدمات بالمحافظة. بقينا بالبصرة بملفنا الثالث ومي الإسالة اللي واصل إلى المنازل ومي الإسالة اللي موجود بالمحافظة، شون مي ملوث وغير صالح للاستخدام البشري. وآخر موضوع كان ويانا اللي هو كورنيش الناصرية اللي من المفترض أن يكون منتجع ومتنفس للعوائل في المحافظة، لكن مثل ما تشوفوه مكان متحول إلى خرابة وبتجاوزات تابعة إلى بعض الأحزاب. هاي المواضيع اللي ويانا. موضوعنا الجاي: بسبب غياب القانون وضعف قوات الشرطة وخوفها في كثير من الأحيان من سائقي المركبات أن لا يطلع لهم واحد يتبع حزب ما أو ميليشيا معينة أو عند ارتباطه ويا واحد من المسؤولين أو الضباط، تصير تجاوزات بالطرق هواية. وعلي حوادث السير بالعراق اليوم مو طبيعية. هاي الحوادث هواية من الأمور، هواية من الأحيان تؤدي إلى إنهاء حياة شخص أو أكثر بسبب التهور أو السرعة أو عدم احترام قانون المرور أو الشارع.
لذلك سلط قسم التواصل الاجتماعي الضوء على ارتفاع عدد حوادث السير بالعراق في ظل الإهمال الحكومي وعدم صيانة الجسور والطرق على الرغم من مناشدات المواطنين الكثيرة، لكن دون استجابة. خلونا نتابع. كان هذا التقرير يتكلم عن ازدياد حالات الحوادث المرورية. أبو عبد الله من صلاح الدين، حياك الله. السلام عليكم استاذ العزيز. عليكم السلام ورحمة الله. عزيز طلعت هذين الشوارع. أي. أبو استاذ أفل. أي نعم. طلعت هذين الشوارع. نعم. حتى اللي يروح يجدد اللي يجدد ثانوية اللي يجدد إجازة السوق. نعم. رأسين يقطون بالمرور، والله هاي ما طرق وجسور، زين ما طرق وجسور، هاي تروح من آلاف المواطنين، مئات المواطنين. نعم. وين تروح هاي المالية؟ هاي الجباية وين تروح؟ نعم. زين وأنت تقول الحوادث على الطرق، يعني يجي العسكري ماخذ شغل صافرة مال 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 إنذار قدامه بالسيارة والسايدين من الزحمة. نعم. زين المواطن المدني وين يجنب؟ وين يجنب عن الناس؟ حتى رصيف ما ينصعد عليها. يعني تفوت أبسط شيء ما عنده حالة طارئة، تفوت السيارة مال الكيناين، الكيناين مشغل صافرة وهو شايل تكرم بالسيارة الوراء، زين هاي وين وين راح نصل؟ يمشي نصل، زين إذا سيارة مال مسؤول يضرب الإشارة الضوئية ويمشي المرور ليش يقدر يحاسب؟ هاي صارت بصلاح الدين. نعم. وجدامي يعني انت من مسؤول يضرب الاشاره بعد ايش ظلت؟ يعني انا مو من احكي اكثر النوبات، انت تقول لي لا ترجع على القديم على السابق. من نرجع على القديم على السابق حتى رئيس الجمهوريه كان بس سيطره مال التاجي، بس سيطره مال التاجي يلبس البيريه، رئيس جمهوريه يلبس البيريه من لابس عسكري. مو من اسم بالاسماء، انت راسا تقطع اتصال مالي. استاذ افل؟ اخوي العزيز احنا ما نقطع اتصال. إذا الفكرة مدى توصل أحب أوصل لك إياها. إحنا مو في حال مقارنة ما بين الماضي والحاضر، إحنا دا ننتقد صورة، الصورة هي حاضرنا من 2003 لحد هذا اليوم. أكو حاضر دا يصير، هذا الحاضر وجزء من عنده مثلا سوء الشوارع بالعراق وسوء الخدمات بالعراق، دا ننتقد هاي الحالة. فإحنا الماضي عبرناه، الماضي صار شيء وراح، إحنا شلون نطور الجاي، شلون نطور اللي عندنا، هاي الصورة أخي العزيز. حول أسوأ. نعم. أنا مختلف وياك. نعم. وبالعلامة المرورية مت. الصوت ده يقطع أبو عبد الله. سنة الوان. إيه. ألو. تمام. إيه. ماله. ليش الإشارة الضوئية يضربها هو؟ رأس الألوان. رأس الزمان راح. جاي وياك. يلا حاسب بهذا الوقت هسه. يعني إذا مسؤول ما يطبق القانون، يعني العام شلون يطبق قانون؟ نعم 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 نعم.
اوقاتها وشالت اللخ. انت تقول عشوائيات والعشوائيات، اكو ناس قامت تبني عشوائيات لان ما عندها. راح ارجع حمرا، راح نرجع السابق. السابق عندك عقد زواج، عندك عقد زواج، تقدم معامل بعقد الزواج على البلديه تطلع لك قطعه ذاك الوقت. هسه هاي، هسه بهذا الوقت الحاضر اللغه هاي، هاي ما تخدمهم ما تفيدهم. نعم نعم نعم. لانها يعني مساحه العراق كبيره، يعني كل قضاء، كل ناحيه، كل محافظه الذي لديها مجال. يعني ليش ما يوزعون قطع؟ نعم. وزع قطع. يعني انت ليش تحفرها تحفرها؟ خلينا نقول واكو موظفين، موظفين اكو اعلاميين واكو موظفين واكو مسجلين، مستحق وما يستلم والما مستحق يستلم، شلون؟ نعم نعم. شكرا شكرا لك ابو عبد الله. نروح الى اخر شيء موجود ويانا اللي هو تظاهراتكم لأجل المناصب. هذا وسم تفاعل عليه مغردون على منصة تويتر للتعبير عن رفضهم مظاهرات الأحزاب والميليشيات اللي غايتها الحصول على مناصب ومكاسب سياسية ومصالح شخصية بحتة بعيدة كل البعد عن الوطنية وعن مصالح الشعب العراقي، في حين قامت القوات الحكومية باستخدام أبشع الطرق في قمع تظاهرات تشرين اللي تمثل مطالب العراقيين والمطالبة بإسقاط وإنقاذ الطبقة أو إنقاذ العراق من الطبقة السياسية الفاسدة وإنقاذ الوطن من حكمهم اللي جعل العراق في ذيل كل القوائم بالعالم. أول تغريدة من هيلين تقول يتظاهرون باسم الوطن بس باللحظة اللي تخص مصالحهم ويعتدون على الوطن هم باللحظة اللي تناسبهم. تظاهراتكم لأجل المناصب. وعلي المهندس يقول محاربة الفساد بالنسبة لهم مجرد شعار، شعار بعيد جدا عن واقعهم وتصرفاتهم. يستخدمون الفساد ذريعة لتسقيط خصومهم، والدليل هم يساندون الفاسد إذا كان تابع لهم وتحت عباءتهم، أما من يخرج عن مشروعهم وخطهم وقطيعهم فالتهمة له جاهزة، فاسد عميل ذيل. تظاهراتكم لأجل المناصب. أما حسن رباط يقول أكو هواي فرق بين تظاهراتكم لأجل المناصب وبين تظاهر تشرين لأجل الوطن. أما عباس العربي يقول جسرهم استغرق مدة 8 دقائق فقط، أما جسر تشرين استغرق أكثر من سنة ونصف وراح ضحيته أكثر من 800 شهيد. الرحمة والخلود لجميع الشهداء الأبطال. هاشتاك تظاهراتكم لأجل المناصب. إذا مشاهدينا الكرام كان هذا كل ما موجود في حلقة صوتكم لهذا المساء. المشكلة وما بيها أن العراق بهواية مشاكل، وفي كل حلقة مع حلقة صوتكم دم بين لكم جزء من مشاكل العراق، وسببها الرئيسي مثل ما كل ده يقول الفساد. لكن إلى متى الشعب العراقي راح يظل ساكت أو صابر؟ جوابه يمكم أنتم. ننتظر جوابكم على هذا السؤال بحلقة جديدة إن شاء الله من برنامج صوتكم باكر بإذن الله. انتظرونا في أمان الله.